لو كنت خبرك شو؟ ما عرفتش مين بتزعل مع مين؟ مين؟ ريمون زعل مع جورج بوش الرئيس الجديد. شو عم تحكي؟ يا عيني وهسا بيعشورش وكولاد بين بعضهم ما بقلوا لك قاضي وليش أنا حلو. طيب شو صار؟ وحر قديمة وقت اللي كانوا من يتقابلوا التهاني بتبوش. ايه؟ كان من يتقبل تهاني الرئيس يعني يفوتوا يفوتوا الأمريكان على البيت الأبيض يسلموا عليه مبروك الله يوفقك يفوتوا عند ريمون على تاني سالون ما يقعدش معه. شو عم تحكي؟ بيحبوا ريمون. يوصل الأمريكان يهنوا يقولوا له كلمتين فوتوا عند ريمون واحد اثنين 50 100 200 صاروا قاعدين حوالي ريمون كيف عالم الصغار وهو من يخبر اخباره من يستفيدوا خبره منه خبرهم عني وعن اخباري وعن هيدا. ايه ومن يعبي بقلبه الرئيس الأمريكاني يقولوا له كلمه يفوتوا عند ريمون بعدين جاونيك واحد من يهني قال له عابل 100 ومدري شن دخلك ريمون الي الونو قال له شحوا مقبور جوا. شو؟ مين بدك يسمعه؟ مين؟ بيو جورج بوش البي. شو عم تحكي؟ ضل رايح على دغري. شو قال له؟ قال له يا عيب الشوم علي. ايه عيب علي. حلو اجا من يقول له بيي انا مش قصدي حط وصمت وبالكف. ايه اتهم الامريكان كله بالبيت الابيض. شو جورج بوش البي خوت قال له انت اذا وصلت هالمنصب هو بفضل ريمون وبيو الريمون يعني انا. حلو شو ما في؟ ايه نشره ما خليلوش ولا كلمه. قال له عيب عليك هلا بالقصر هونيك هودي الخدم والحشا والعشية ومدري شن هو بيحبوا ريمون كتير ما هودي روبيان ريمون بالبيت الابيض بوش امبارح فات بس ريمون من روبيان هونيك طيب زعلوا كتير تركوا شغلهم كلهم وجاوا وقفوا حدوا ريمون هيك 150 200 واحد وصاروا يجقروه هيك البوش للرئيس يجقروه هيك هيك زعلوا منه كتير وفي واحد من هودي الخدم ايه ابنه بالجيش الامريكاني ايه دق له من البيت الابيض قال له بيي القصه هيك 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 عطى خبر هذا للجيش استنفر الجيش استنفر الجيش الامريكاني وصار مهيئ حيله للانقلاب الامريكا كلها نقلوه قدام البيت الابيض 150 الف شخص بربع ساعه عاملين يافطين بص شوف ريمون بيعمل ايه وواحد اثنين ثلاثة ريمون يا حياتي وبسيطة شو صار ريمون مثل النار الامريكان 150 الف زلمة على باب البيت الابيض انقلبت الدنيا فوقاني تحتاني قال له جورج بوش البي قال له لابنه للرئيس قال له هل بتروح بتبوسه وبتعذر منه ريمون حلو قال لي ريمون اتركوا عمو جورج اتركوا هنا خيي والاخوة بتتخانق مع بعضها ولا يهمك ما بديش يبوسني انا ما بزعلش منه انتو بس 150 الف امريكاني تشعر بدنه مع شاشة العالم الشعر لا تقلوه الرئيس الامريكاني ما قدرش يجيبه ما قدرش يجيبه دموعه للارض كر دموعه ما يقدرش يحكي ودموعه تكر ودموعه تكر لو ما حطوش حاجه تحت الدولاب بشرفك كانت دموع فاتت بالحيطان كسرت البيت الابيض والامريكان يبكوا بالبيت الابيض جعير شو عم تحكي؟ وبكي وبرا والجيش شوفي كل واحد كل عسكري على الدولاب حدا بيقول لك هودي الجيش الامريكاني وحوشها دموع على الارض دبابات صار كلها مي البيت الابيض هيك عيب جابوا الدفاع المدني الامريكاني يسحب مي من البيت الابيض ركض هو صار في مي ركض بالميات رئيس كبوله وحده هيك مثل الدولاب صباحا وصل عند ريمون غمره بلا شي بوص قال له انت خيي انت سمحتني انا طلعت انجز منك غمره قال له اشعيده خلص بحذر منك حلو حلو كتير شو هالريمون هيدا يعني؟ ريمون وهن ما فيش منه، لايك كل واحد بيغلط بس بالنهاية ربيعين سوا وبيحبوا بعضهم كثير بس مثل بدل في غيري، ريمون مش هين. يا عمي شو هالخبرية؟ إيه والله لايك لايك نسيت دمعتي بشرفي.